اهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام ومشاهدينا في برنامجكم هذا البرنامج الفريد مع التاريخ. اكدو مزروي. والناظور بصفه عامه كان يشهد في الحقيقه يجن الوعي ثقافي سياسي فني رياضي ايضا. هي في الحقيقه ريف ديا لها السبق مش عماس والسيور دي مالها. رامي فكاخ في تاسيس جريده تصدر من الناظور اتفخسازي الناظور وباسم الناظور 33 سنه عماس العمراني والسيور دي مالها. الغريب انه الاخوان تفاجئا لناس كيفاش جريده ورقيه اتفخزي الناظور سابقه زي الاستقلال 56 عمصور. تحدثوا عن سنوات حساسه جدا سنوات الرصاص. الجمر سنوات الرصاص والقمع والابن ذمر. ولكن شقتر حق اسم الصدى ليكو ميمي ما يقع ذي المدينه تعكسه الجريده في كل مكان. ذي اللورني فوجئت على ان الجريده تفغى الوجود الصدى الفكره التي تسمان غير في نخاس مدة وشهور اقتنصت تم اقتناصها الاسم ظل هو هو الاسم يخضعنش كيف ذيس شوكة المنى. ولكن للتاريخ وذا نسنا نسق الوليد ميمون معركته غير زود 8 نغض يوض غشا يريد ورد مليوناريو ولكن لم يبيع نفسه ولم يتنازل عن القضية. حسين القمري لوحده كان معهدا يمشي كان شاعرا كان كاتبا كان مسرحيا. المشاهدين صدفان البرنامجية ومقان أكون زروي مع التاريخ أني ذا التاريخ السوار غومي يثمى ذي اسمى ستينيات القرن الماضي صفحة في تاريخ المسرح بالناظور يجهلها الكثيرون ونزمان سيوخ التاريخ انتي وشا مروانسين أمزروي نظنات ذنهارة من علمني حرفا أصبحت له عبدا وأذكر الفضل لأهله. نحن قلنا نحن ناظور لا يجحد نحاول أن نكرس لهذه المقولة كيف كان موقف الناظور كيف كان موقف الشاربين من هذا الفن من وفاة هؤلاء. ولكن لويزا بوستاش بما أنها تنتمي لهذه البقعة المنسية المنطقة سيتي رجل يتنفس الهوية الأمازيغية المسرحية يثقى بوم جيجن صدى ذنقرا ذي المغرب وخارج المغرب وهي مسرحية أرياز نوار ثا لما ستتصك مجموعة من الفنانين وسقعدد السيورة تستخد سقعدد مجموعة من الشباب مجموعة من الفنانون هواة صاعدون أحيانا لا تكفي الهواية وحدها أن باش ادير غنش مسرحي وننتقل للسينما مباشرة. إذا أزو غادي السيور خصنقيت الانتقال من المسرح إلى السينما التسعينيات على ما أظن أو في نهاية التسعينيات عندما قدمت مطلبا إلى القصر الملكي حول ضرورة الاعتراف بأمازيغية المغرب غريب. كيف كانت هذه النقصة التي خاضتها الناظور في ببعض شبابها وبعض هواتها الحالية الذين نراهم في التلفزيون وفي القناة الثامنة؟ شركات إنتاج وغسن علاقات لك المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لك المركز السينمائي المغربي يتخسن شكل نوع من اللوبي وأنا أعرف ما أقول. يهودو كان باوي غافصة بارتيث خرق في 1977 بنظم تغا يزنوزة فونست باش أذي دباخ باسة بارتيث تغا يزنوزة يمكن هيكتان ثموع أنيني نقلة مثلا الضحشة دي بشي السجال أنيني حتى الإخوان المشاهدين الأكيد قادها